اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. أسرار خفية لم تكن تعرفها عن برجك. يستطيع برجك أن يقول لك الكثير عن شخصيتك، فمن المعروف مثلا أن برج الحوت هو شخص مبدع وأن رقم حظه هو الرقم 7، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدراسة الأكاديمية فإن برج العذراء هو من يحقق نجاحات عالية. أما برج الجدي مثلا فإنه شخص منضبط ومن المرجح أنه يعيش عمرا طويلا. هل تمتلك أي معلومات عن علم الأبراج؟ أو لديك شغف لتعرف المزيد عن أساسيات برجك؟ إذا كنت مثلا من برج العقرب فلا بد أنك تعرف كل شيء عن الغموض والعلاقات الحميمة. وإذا كنت من برج الحوت فلا بد أنك تقدر جانبك الإبداعي. ولكن أراهن أن هناك بعض الحقائق الغريبة والرائعة التي لا تعرفها عن برجك، يمكن أن تساعدك النجوم في إرشادك إلى حياة عاطفية أكثر استقرارا أو إرشادك إلى حياة حميمية أكثر تفصيلا. قد يكون للتحقق من برجك عامل أساسي في قرار مهني صغير، ولكن في بعض الأحيان سيكون من الممتع أن تبحث عن دلالات برجك لكي تعرف المزيد عما يجعلك أنت. سواء كنت تعرف الكثير عن برجك وتتحقق منها يوميا أو مجرد البحث للمتعة فقط، فلا تستطيع أن تنكر كم تتشابه سمات برجك مع شخصيتك، أليس كذلك؟ في هذا الفيديو تفاصيل كثيرة وممتعة يمكن أن تعرفها عن برجك، سواء توجهك في حياتك العملية أو ببساطة ستكون شيئا ممتعا تتحدث عنه أمام أصدقائك وفي الحفلات. دعونا نكتشف ما هي الأسرار الخفية لدى كل برج من الأبراج الفلكية، تابعوا معنا. برج الدلو. إذا كنت من مواليد برج الدلو فإنني أراهن أنك معروف باستقلاليتك، ولكن هل تعلم أن برجك يفسر سبب شعورك الدائم بالبرد؟ لأن أصحاب برج الدلو عادة يتسمون ببرودة أطرافهم على الدوام. يقول عالم الفلك فينغ شوي دونا ستيلهورن: الدلو يتداول في الجسد، وهذا ما قد يفسر رغبتك مدى الحياة في رفع درجة الحرارة في محيطك. برج الحوت. لا نستطيع إنكار أن أصحاب برج الحوت لديهم ميول إبداعية وفكرية، كما وإنهم يعملون عادة في المجالات الفنية، وهم أيضا وفقا لموقع بيوك بلونج يجدون حظهم مع الرقم 7. هل لاحظت ذلك؟ ربما تنظر باستمرار لساعتك فتجدها عند 7:07. إذا كان الأمر كذلك يمكن أن يشير إلى أنه الوقت المناسب للمساعي العلمية أو للمغامرة. برج الحمل. أصحاب برج الحمل يتميزون بالثقة العالية بأنفسهم وبالشجاعة البالغة. لديهم روح القيادة بالفطرة، وأحد الأشياء المشتركة بينهم هو الندبة على جبينهم. يقول ستيلهورن: غالبا ما يكون لأصحاب برج الحمل ندبة صغيرة على رأسه أو وجهه، لأن أطفال هذا البرج يميلون للاندفاع إلى الأمام في كل تجربة جديدة. هذا يؤدي حرفيا إلى الإصابة في الرأس. فإذا كنت من أصحاب برج الحمل فابدأ الآن بالبحث عن علامة هاري بوتر في جبينك. برج الثور. يعتبر أصحاب برج الثور من أكثر الأشخاص العمليين،
الذين يتحملون المسؤولية بشكل كبير بصرف النظر عن قدرتك على القيام بغسيل الملابس ودفع الفواتير في الوقت المناسب، فمن المحتمل أيضا أنك جيد جدا في الإدارة المالية. في الواقع إن أصحاب برج الثور يقومون بالحسابات الدقيقة لأموالهم، والمرجح أنهم يكسبون الكثير من الأموال سنويا. برج الجوزاء. كونك من برج الجوزاء فمن المؤكد أنك تعرف قدراتك الكبيرة في التعلم بسرعة والتكيف وتبادل الأفكار، لكن هل تعلم أن أصحاب برج الجوزاء مرشحون دائما للفوز بالجوائز بسبب ذكائهم الشديد؟ عندما يفكر الجوزاء فإنه حتما يفكر بالأمور نفسها، كما وإن العديد من الفائزين بجوائز نوبل هم من أصحاب برج الجوزاء. برج السرطان. يمتاز أصحاب برج السرطان بكونهم أوفياء ومخلصين للغاية، كما يمتازون بأن العاطفة لديهم تغلب الناحية العقلية، لكنهم يتسمون بصفات جسدية خاصة بهم. يسيطر القمر على أصحاب برج السرطان، كما وإنهم يميلون لكون وجوههم مستديرة تشبه القمر. لطيف جدا، أليس كذلك؟ برج الأسد. من المؤكد أنك تعرف أنك شديد الإبداع وشغوف للغاية، ولكن هل سبق لك استخدام تلك الصفات لصالح حياتك المهنية؟ إذا لم يسبق لك ذلك فعليك فعلها الآن. يحب أصحاب برج الأسد أن يقدموا عروضا أو أن يعملوا كمندوبي مبيعات تقليديين، إنها مجرد حقيقة ممتعة قد تجذب لك بعض المال الإضافي. برج العذراء. يمتاز أصحاب برج العذراء بكونهم مجتهدين بعملهم، كما يمتازون بقدرتهم على التحليل وبأنهم أشخاص عمليون، لذا فإن أحلامهم الممتعة لا تأتيهم كمفاجأة وإنما كنتيجة. إن أصحاب برج العذراء دائما من أعلى المنجزين في المدرسة، نظرا لكونهم يعرفون كيف يدرسون، فهم غالبا في قمة النجاح. برج الميزان. كونك من أصحاب برج الميزان فلا بد أنك تعرف أنك الأكثر تعاونا وعدلا واجتماعية بين الأبراج، لكن هل تعلم أن برج الميزان غالبا ما يكون له علامة مميزة في الجمال؟ غالبا ما يتسم أصحاب برج الميزان بوجود غمازة جميلة على خدهم. برج العقرب. يعتبر أصحاب برج العقرب بأنهم الأكثر عاطفية بين جميع الأبراج، وغالبا ما يكون لديهم إحساس عال في كل ما يتعرض لهم وحدس في كل جانب من جوانب حياتهم، العلاقات والعمل والهوايات وما إلى ذلك، ولكن غالبا ما يكون هنالك حاجز مادي يفصل بينهم وبين ذلك. أصحاب برج العقرب يمتازون بالأناقة وبتلك النقطة الثلاثية من الشعر التي تنسدل وسط جبينهم. برج القوس. لا يوجد أحد أكثر مثالية وسخاء من أصحاب برج القوس، كما ويمتازون بوجه بيضاوي مثالي. إن الوجه البيضاوي الذي يمتاز به أصحاب هذا البرج يعود لكونهم مرتبطين ارتباطا وثيقا بالخيول التي تمتاز أصلا بالوجه الطويل. كم هذا ظريف؟ برج الجدي. أنت من برج الجدي، إذن أنت شخص محظوظ. لا يمتاز أصحاب برج الجدي فقط بالمسؤولية والانضباط، لكنهم أيضا يمتازون بالشباب المتجدد، فلا تبدو عليهم علامات التقدم في السن سريعا. هل ترى ما كنت أعنيه بقولي إن عالم الأبراج عالم ممتع جدا؟
كانت هذه أسرار خفية لم تكن تعرفها عن برجك، قدمناها لك من قناة رويش تي في. لا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات رأيك بهذا الفيديو، وإلى أي برج من الأبراج أنت تنتمي. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.